الإنجازات السياسية التي رافقت العملية السياسية والمنظومة السياسية بصورة عامة بعد انسحاب التيار الصدري وإحراج الإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة حسب قناعتها بالتوافق مع الكتل السياسية. إذن هو لمجرد وجود شعار التوافق بين الكتل السياسية وستسهل الأمور رغم تأخرها، وهذا ليس في صالح الإطار التنسيقي. الحقيقة العقدة الأكبر الموجودة هي لتمرير الحكومة هو رئاسة الجمهورية، ومثل ما تفضل الضيوف الأعزاء لا بد أن يتفق الحزبان الكرديان على رئيس الجمهورية، وأعتقد نائب رئيس البرلمان طلب مهلة للخميس كحد أقصى لاتفاق الكتل الكردستانية لاختيار مرشح لرئاسة وإذا الجمهورية. لم يتفقوا طبعا لا يتفق نعم وإذا لم يتفقوا مهلة للخميس، ما الفائدة إذا لم يتفقوا؟ واضح جدا الاتحاد الوطني حليف الإطار التنسيقي، وبذلك ستكون هناك شخصيتين مرشحة أمام البرلمان، ويتم اختيار أكيد من المؤكد مرشح الاتحاد الوطني باعتبار أنه الاتحاد الوطني وقف مع الإطار التنسيقي في حينما كان السيد مقتدى الصدر يريد أن يشكل الأغلبية السياسية. أستاذ قاسم، هل بإمكان الديمقراطي الكردستاني أن يعيد سيناريو الثلث المعطل ولا يحضر للجلسة بالتعاون مع حليفة من السيادة وبعض المستقلين، ويعيد نفس السيناريو الذي قام به الإطار والاتحاد وبعض المستقلين؟ ما مدى فرص تحقيق هذا؟ نعم، لا أعتقد بصراحة، باعتبار هناك زيارات مكوكية بين الإطار التنسيقي والسيد الحلبوسي وكذلك الأخوة الكرد لبلورة مواقف ونهايات مفتوحة لهذه العقدة التي استمرت 9 شهور، والإخفاقات والاتزازات والأزمات السياسية التي رافقت تشكيل الحكومة. ولكن نعتقد الاتفاق أو المفاوضات بين الحزب الكردستاني والديمقراطي والاتحاد ينصب ليس حول شخصية رئيس الجمهورية فقط، ولكن هناك امتيازات وهناك مصالح تخص علاقة الحكومة بالإقليم، علاقة حكومة الإقليم والمناصب الموجودة والانتخابات القادمة ومحافظة كركوك وما متعلق من يعني تعقيدات بين المركز والحكومة المركزية. الاتحاد الوطني الحقيقة عند بعض الخلافات بشأن إدارة الإقليم أيضا وليس حول شخصية رئيس الجمهورية، وهم بالإمكان الحقيقة أن يتوصلون إلى يعني شخصية غير جدلية مستقلة بالتالي تكون في رئاسة الجمهورية، ولكن العقدة ليست في شخصية رئيس الجمهورية، ولكن هناك خلافات واختلافات في بعض الأمور التي تخص الإقليم تقف عائقا. وهي هذا واضح، أنا أريد حسم أرد أسوي حكومة الجمهورية. لا حكومة بلا رئيس جمهورية، ولأن لا رئيس وزراء بلا رئيس جمهورية، ولا حكومة بلا رئيس جمهورية، ولا موازنة بلا رئيس جمهورية. أنا أريد أحسم مشاكل البيت الكردي اللي واصلة في بعض التسريبات إلى كسر عظم، وسبس قلت تسريبات الناس راحت غير مكان. المهم